صباح الخير يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو تكات بقى مطبخيه، في حاجات هتنفعنا في الحظر برضو او في الايام اللي احنا فيها. اول حاجه معانا الكلور، ازازه الكلور. طبعا انا كنت قايله لكم قبل كده على يعني على البخاخات اللي احنا لازم الكلور والميه. سالتوني قبل كده الكلور لما نخففه والميه، زي ما قلت لكم 10 كوبايات ميه على كوبايه كلور. لازم الكلور اللي عرفته يعني اللي هو بيتفاعل مع الضوء، فما بيعملش اي مفعول مع لما يكون البخاخه شفافه. قلت لكم نحط شراب وقبل كده ونحط فويل. طب ما الاسهل بقى خالص اللي احنا نعمل ايه؟ اللي احنا نخلي دست الكلور زي ما هي. طبعا احنا هنعمل خلاص المكون بتاعنا، هنفضي الكلور ونعمل المكون بتاعنا، تمام؟ خلاص يبقى احنا كده عملنا المحلول بتاعنا اللي هو الكلور والميه. بدل بقى ما نقعد نفضي البخاخه، طب ما هي الكلور اهي، نجيب احنا بقى اي بخاخه عندنا، اي بخاخه فاضيه طبعا من جلانس من اي حاجه، ونروح حاطينها كده وربطينها، تمام؟ كده بقت زي الفل معانا، وبقت بدل ما نحط اهي بقت فل اهي، بدل ما نقعد نشتري في بخاخات وبعدين نقول لا دي شفافه دي مش شفافه، هي كده بقت حلوه جدا. هتخففي الكلور بتاعك وتحطيه وترشي اهو، تمام؟ ترشي براحتك وما ترميش الازايز، واعملي فيها، وكمان تبقي عارفه ان البخاخه دي فيها كلور، لان هو كلوركس موجود اهو، الازازه موجوده، فدي هتوفر علينا كتير من البخاخات. ودول احنا ساعات كتير بنرميهم، بيبقوا زياده عندنا من الجلانس والحاجات اللي هي المنظفات اللي بنستعملها. دي اول فكره معانا. الفكره بقى اللي بعد كده معانا يا بنات هي فكره البرطمان. بصوا احنا عندنا طبعا برطمانات، انا الفكره دي على فكره شفتها قبل كده في قناه اجنبيه بس ما عجبتنيش. ليه؟ لان هم عملوها بالبرطمان اللي هو بتاع الصلصه اللي غطاه حديد. لا، انت هتجيبي برطمان عادي اهو بتاع نوتيلا غطاه بلاستيك، تمام؟ وهتروحي خرمه هنا باي حاجه، انا عملت بالمقوره يعني، باي بسكينه بكتر باي حاجه، هتروحي خرمه دي، ودي اللي هي بتاعه العصير او اللبن. انتوا عارفين طبعا دي بتاعه اللي زي اللبن والعصير، بيجي معاها اللي هي دي الغطا بتاعه، تمام؟ هتخرمي على قد الغطا ده وتجيبي مسدس الشمع اهو، تمام؟ هنجيب مسدس الشمع ونحط هنا كده مسدس الشمع اهو. يعني مهم انتوا اكيد ايه وصلت لكم الفكره دلوقتي اهو كده، ونروح ايه اهو مدخلينها كويس جدا ولازقينها اهو كويس قوي، واصبح اللي هو بقى فيه غطا، بس هو لسه ملزقش على فكره كويس عشان انا ايه مستعجله اهو، تمام؟ اهو هنمسكه طبعا شويه كده نلزقه باللزق، وبعدين هنروح عاملين ايه، هنروح فاتحين، وهذا الغطا. بصوا بقى يا حبايبي، انا الغطا بحب انا قوي الموضوع اللي هو كنت قايله لكم عليه قبل كده، وبرده هقول لكم عليه دلوقتي. انا مثلا العسل الابيض بحب اللي انا احطه في ازازه، يعني حاجه زي كده، دي تبروير مش مشكله يعني اي حاجه. ودي الطحينه ما بحبش احط في يعني مثلا علبه الطحينه الغطا بتاعها اللي هي حلواني مش محكم، ممكن تمسكيها تروح ناطره منك، فبحب اجيب بقى الطحينه احطها بقى كده في حاجه لازم يبقى ليها كده، يبقى ليها غطا رفيع. فانت هنا مثلا ممكن تحطي عسل النحل وتروحي بقى رشه منه على طول بدل ما تاخدي بالمعلقه، بتحطي الطحينه، بتحطي العسل الاسود، اي حاجه سايله ممكن تحطيها، لان انت لو حطيتيه برطمان تيجي بتدلقي كده بيتدلق معاكي كتير. دي هتنفعك في حاجه زي كده. او حاجه تانية، اي بقوليات عندك اهو، حمص بقى، ده اللي هو الذره، اي حاجه عندك، رز، شعريه، اي حاجه، وتروحي ايه لما تيجي مثلا تفضي تروحي مفضيه كده، شايفين؟ بدل ما تفتحي الغطا الكبير ويتدلق معاكي. دي فكره عجبتني يعني بجد جدا، بس ما تعمليهاش على اولا لما تعمليها على البرطمان اللي غطاه حديد بيبقى صعب اللي انت كده تتجوفي تفتحي الفتحه بتاعه اللي هي الغطا، بيبقى لازم بقى حاجه شنيور وحاجه زي كده، كده اسهل وكده انضف وعمر ده ما هيصدي، تمام؟ دي اول فكره من البرطمان. التركه بقى اللي بعد كده معانا هي دي،
بصوا يا بنات، دي انا اشتريتها اهو ب 30 جنيه، تمام، حلوة وجميلة وكل حاجة، وبصراحة برضو عجبتني. طيب ماشي، افرضي ما عندناش دي، دي انا بحبها لما اجي اعجن حاجة، طبعا انتوا عارفينها كلكم، تمام. طيب انا هنا عملت ايه؟ جبت برضو برطمان اهو، ده دقيق، فيه دقيق، جبت برطمان وجبت مسمار، اي مسمار عندك عادي جدا. كان هنا المسمار، مش عارفة راح فين. هتروحي ايه، خرمة الغطا، هتسخني المسمار وخرمة الغطا بتاعه، إيه زي ما انت شايفة كده، زي كده، وده هتخليه مخصوص عندك للدقيق، وعايزة تعملي واحد تاني للسكر الباودر، إيه براحتك. طيب وفي كمان حاجة تانية، بيبقى الغطا نفسه، البرطمان بتاع النيوتيلا بيبقى الغطا فيه كرتونة كده، ممكن انت لو انت مش بتستعمليه تروحي حاطة فيه الكرتونة عادي جدا. واهو المسمار، المسمار بس كمان يبقى هو فيه اللي هو الالاوز ده، بحيث ان انت لما تعملي كده تسخني وتعملي كده يعمل معاكي، يعني ايه، وسعي شويه ما تخليهوش ضيق، تمام. هتغطي الغطا معاكي عادي جدا عشان ما يدخلوش اي حاجه لو انت حابه، لو مش حابه عادي، دي اساسا ما لهاش غطا، لو مش حابه عادي، وتروحي حاطه كده، وتروحي رشه الدقيق بتاعك عادي جدا او السكر، وتخليه عندك، هيقعد عندك سنين. في حاجة تانية كمان ممكن، اللي هو بتاعة الستيكس او برينجلز او كده، برضو نعمل الغطا بتاعها نفس القصة، ونحطها ونشيل ده، او نحط عليه ستيكر، في ستيكرات اللي هي بتتلزق، برضو هيبقى شكله حلو، اي ستيكر عندك هيبقى برضو شكله جميل، تمام. دي تاني فكرة من البرطمان، يا رب تكون عجبتكم. التكاية اللي بعد كده معانا يا بنات، هي بيبقى عندك ساعات العلب اللي هي المعدن اللي طالعة موضة دي، كلنا عندنا منها، وانا برضو ما بحبش بصراحة استعملها دايركت للحاجة، بحب مثلا لو هجيب فيها كاكاو، هجيب فيها اي حاجة، بحب احط الكياس، يعني الكيس كده زي ما انتم شايفين فيها، ما بحبش استعملها، لان لازم برضو انا بشك بصراحة اللي هي لازم هتصدي، لان هي ما بتبقاش غالية قوي كمان، وبرضو ما في الاخر معدن. ممكن نعمل ايه بقى، طبعا بيبقى شكلها حلو وشيك، نروح جايبين كده مسدس الشمع على الغطا بتاعها اهو، وجايبين الليفة اللي هي العادية، ليفة الليفة نظيفة بتاعت السبونشة بتاعت الأطباق، ونروح ايه لازقينها كده، تمام. وبعدين نروح جايبين بقى الخيوط كلها اللي عندنا، حاطينها كده في العلبة، يبقى شكلها الأستك اللي قلتلكوا عليه قبل كده، ويبقى شكلها شيك جدا اهو. وبعدين الإبر برضو، انت عندك طبعا اكيد إبر في البيت يعني، وتروحي حاطة الإبر كده اهو، بصوا حاطه الابر كلها اللي عندك هنا اهي، في الاسفنجه دي فايدتها ايه، ده بيز بقى والابر والحاجات دي كلها نحطها هنا، تمام. والخيوط اهي، ونروح حاطين بقى كده، طبعا ايه ده هتشيلي الخيوط دي، ونروح حاطين بقى كده كل المكونات دي اهو في العلبه، واصبح العلبه عندك شكلها شيك، وهتحفظي فيها بقى الخيوط بدل ما هي تتبهدل وكده وتقع. شايفين اهي، شايفين العلبه شكلها حلو ازاي، والابر اهي مش هتضيع منك، والخيط اهو. ومنك اللي انت ما رميتيش العلبه، ومنك اللي انت ما استعملتهاش في اكل، وفي نفس الوقت بدل ما ترميها برضو، لان حرام اللي احنا نرميها. يا رب تكون عجبتكم الفكره دي. الحلقه اللي بعد كده معانا هي اللي هي البهارات، تمام. يعني البهارات لازم بيجي لها وقت بترطب. بصوا الثوم الباودر والبصل الباودر ده بالذات اكتر اتنين لازم، بصوا بيبقى عامل ازاي، بيرطب. احسن حاجه تعمليها اول ما تجيبي الثوم الباودر او البصل الباودر او اي بهارات او الفلفل الاسود كمان، اي حاجه عندك عايزه ما ترطبش، تروحي جايبه شويه رز فيها، حتى انتوا لما تروحوا في مطاعم بره اهو تحط لها ايه شويه رز صغيرين، لما تروح اي مطعم بره لما تيجي تحطوا الفلفل الاسود بتلاقي فيه رز، ده ليه؟ ده علشان يمنع ترطيب الفلفل الاسود. بصوا بس هنا كده ايه، لازم اقلبها بس بمعلقه، لان هو كده كده خلاص اوريدي رطب. فانا الفكره دي فعلا سالت لما رحت المطعم ولقيت فيه رز، فقلت له انت بتحط الرز ليه؟ فقالوا لنا احنا بنحط الرز ده علشان ما يرطبش، وفعلا سالت فيها قالوا لي فعلا هي عشان ما يرطبش. فانا هقلبه كويس جدا، وبعد كده هتقلبيه كده مع بعض اهو، بصوا ابتدى حتى يطلع، تقلبيه مع بعض، مستحيل عندك اي بهارات هترطب في العلبه طول ما انت حاطه لها شويه رز. وبعدين ما تخافيش لما تيجي تحطي، بصي لما تيجي تحطي بيبقى
الخرام دي بتبقى صغيرة، مش هتنزل الرز معاكي في لما تيجي تحطيه. تمام، دي بقى لأي حاجة كمان، والفلفل الأسود كمان، كل حاجة. يا رب تكون عجبتكم الفكرة. الحلة اللي بعد كده معانا هي حيلة بشر الثوم. احنا دلوقتي عندنا ثوم، تمام، عايزين اللي احنا ما عندكيش بقى ايه مفرمة الثوم، عايزة اللي انت تفرميه. ولما بتيجي تفرميه بالمبشرة، المبشرة بتاكل الثوم كله، لان هي الثومية بتبقى صغيرة، فهي بتاخد الثوم كله. فتروحي انت عاملة ايه، جايبة كيس، جايبة كيس اهو، تحطيه على المبشرة، تمام، وتبشري عادي الثوم اهو. شايفين كل الثوم هيفضل في المبشره من فوق اهو، في الكيس قصدي، من فوق، مش هيجي عند المبشره خالص. فمعنى كده ان انت لما تيجي تبشري الثوم ولا حاجه هيروح منه، لان انت بمعلقه خلاص هتنزلي كل الثوم اللي انت عملتيه ده، والكيس سهل جدا ان انت تشيلي منه حتى فسفوسه الثوم، غير المبشره كلها، وهتبهدلي المبشره كده، ولا هتغسلي المبشره ولا حاجه، يدوبك بس اللي انت هترمي الكيس. فكرة حلوة جدا، جربوها وعملية وبتسعف كمان معاكي في الوقت. الحيلة اللي بعد كده معانا هي الشراب. انت مثلا ساعات انت او اولادك، وبالذات الولاد، يعني في شراب معين بيبقوا عايزين لون معين يلبسوه وهم نازلين، وممكن يكون الشراب ده لسه مندي، يعني لسه ما نشفش وياخدوه وعايزين يلبسوه، تمام. يعني مثلا لو في شوية مية كده، هتعملي ايه؟ هتاخدي الشراب ده وتحطيه دقيقتين في الميكروويف، تمام، هتشغليه على دقيقتين في الميكرويف، الاول دقيقه وتشوفي حسب الميكرويف بتاعك، وبعد كده تشغلي دقيقه تانية، الشراب هينشف معاكي ويبقى زي الفل وهيلبسوه في وقتها. بصوا دلوقتي هو اهو مندي، انا هشغله واوريه لكم. بصي يا بنات، الشراب اخد مني دقيقتين زي ما قلت لكم بالظبط، وطلع ما فيهوش اي ميه والله خالص اهو. وجربوا وجربوا وقولوا لي، هتستفادوا من الفكره دي. ممكن ساعات بنتزنق كلنا في نفس لون الشراب عايزين يلبسوه على طول. هي دي افكار النهارده، وكنت مجهزه لكم افكار كتير تانية، بس الوقت خلاص عشان ما يطولش عليكم الفيديو. ما تنسينيش باللايك لو عجبكم الافكار، ان شاء الله لو فكره واحده برده ما تنسيش اللايك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام عليكم، باي باي.